مشاهدي الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعي قناة الوفد، النهاردة احنا في منزل احمد عبد الحليم سالم نجل الكاتب الصحفي الكبير. النهاردة اللي حصل على المركز السادس، وطبعا وفرحة كبيرة داخل محافظة الإسماعيلية. نلتقي بأحمد. مبروك يا أحمد. تقول لنا ايه النهاردة عن رحلتك بقى خلال الثانوية العامة؟ وطبعا انا شايف جنب منك يعني والدك منور بصراحة يعني، ومبسوط وفرحان. ولو اني يمكن قبل اللقاء كنا بنتكلم، وانا كنت يعني فعلا متوقع مركز اعلى من كده كمان. تقول لنا ايه عن رحلتك في الثانوية العامة؟ الله يبارك فيك. طبعا فرحانين طبعا بالنتيجه اللي احنا حصلنا عليها في الثانويه العامه بفضل الله عز وجل. بدايه احنا في بدايه الثانويه العامه كنت عندي هدف ان انا ادفع من اول الجمهوريه، والحمد لله ده الولد كان داعمني على الدوام سواء نفسيا او ماديا، وما كانش مؤثر معايا في حاجه الحمد لله. الحمد لله يعني بعد ما النتيجه طلعت كنت 11 على الجمهوريه وما كنتش بعيد يعني. وبعد كده بعد ما درجه الفيزا رجعت الحمد لله يعني كل حاجه رجعت للمدارين يعني. تقول لنا ايه النهارده استاذ عبد الحليم عن طبعا فرحه اهالي الاسماعيليه بفوز نجلك بالمركز السادس؟ وانا طبعا كان في حوار قبل اللقاء، يا ريت نعرفه من خلال هذا اللقاء واحنا موجودين معاك. حقيقي استاذ محمد، بحيي الوفد، حزب الوفد العريق، وعايز اقول انه يعني الحمد لله رب العالمين. هو احمد كان جايب 401.5، فكان ترتيبه الثامن، بس هم طبعا وقفوا عند السابع 402. لما ربنا كرم وجد درجتين الفيزياء، هو طبعا الحمد لله رب العالمين طلع الاول بوافق الحكومه قالت الخامس، لكن وزاره التربيه والتعليم قالت السادس. السادس الحمد لله رب العالمين. انا كنت متوقع ان احمد يطلع من اوائل الثانويه العامه، لانه في الحقيقه هو كان هدف، احنا كان هدفنا يمكن بعد ما خلص ثالثه اعدادي احنا كنا بنشتغل على هدف ان احمد ان شاء الله يطلع من اوائل الثانويه العامه علشان يقدر يحقق ذاته. بتبقى خلي بالك يا استاذ محمد، بتبقى خطوه كبيره جدا الطالب لما بيطلع من الاوائل وبياخد التكريمات، وبعدين ده كمان بيسافر اوروبا، دي كلها بتدي له خلفيات كويسه جدا في حياته. انما الحمد لله رب العالمين. انا يوم النتيجه في الحقيقه انا كنت في الجورنال، اول ما طلعوا العشرة الاوائل كنت زعلان، وزمايلي فرحانين، ازاي انت مش عايز تعزمنا؟ فين الخروف؟ انت عارف بقى طبعا الخروف فين وانت مش عايز تعزمنا. وانا والله كنت متضايق جدا. بعدين طلعت قعدت مع زمايلي بره برضه يمكن الساعه 3 4 الفجر بيحاولوا. انا كنت متضايق جدا جدا، وكان عندي امل كبير ان احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونطلع من 10. الحمد لله رب العالمين طلع السادس، والفرحه بتاعت النهارده كانت كبيره جدا. كنت برضه النهارده في يوم السابع في صاله التحرير، وعايز اقول لك انه يوم السابع كلها فرحانه. الف مبروك يا استاذ حليم، الف مبروك. ابتدي النجاح ده لمين يا احمد؟ مين الجنود اللي كانوا واقفين وراك في نجاحك في خلال مرحله ال الحمد لله بعد كده الفضل الاهلي والدي وامي واخواتي اللي هم كانوا على طول داعمين لي وكانوا بيقدموا لي كل الدعم المناسب ان انا احقق البطوله دي. وطبعا اقدم الدعم للناس اللي احنا عندهم دلوقتي يعني، هم كانوا على طول داعميني، خاصه طارق ابن خالتي ومحمد اخوه استاذ سيد ابو مدرسين كمان طبعا بتوع طبعا مدرسين بتوعتي سواء استاذ محمد حسن درس دلوقتي الازاي واستاذ محمد عوض ومدرسين اونلاين، طبعا كلهم لهم دعم كبير لينا وتاثير في المرحله. الف مبروك يا احمد. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعي الوفد، يمكن احمد النهارده بيحتفل هو ووالده، جنب منه المانجا العويسي والفص والسكري، وبنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. مبروك من منزل احمد السادس على مستوى الجمهوريه. مبروك يا استاذ حليم، الف مبروك يا احمد. كان معكم على الهواء مباشره محمد جمعه من منزل احمد الفائز السادس على مستوى الجمهوريه من محافظه الاسماعيليه. احمد طبعا ابن زميلنا الكاتب الكبير عبد الحليم سالم.